طب واحد يقول لك يا زي ما قلت لي سالتني هو طب نادي الزمالك لما امام ما حب يرجع ده بعد التجربه الفاشله اللي قعدت 3 شهور كلنا توسمنا ان امام عاشور حط جونين ساعتها في اليوروبا ليج والناس اتكلمت وبتاع الكلام ده كله جابوه في جونين ورا بعض وبتاع والكلام ده كله لحد ما قصه واحد يقول لك اصل المدرب الجديد جه قعده مفيش حاجه اسمها مدرب جديد المدرب الجديد عايز لعيب لعيب تشتغل معاه في الملعب عليه انما انت مفتقد الحنين ومفتقد السهرات والحميميه اللي موجوده في مصر اديك رجعت مصر طب انا النهارده كنادي الزمالك بنتكلم للحق يا جماعه نادي الزمالك النهارده اللعيب بتاعي كان باقي له سنه يعني على مسؤولين في نادي الزمالك قالت له مسؤول رفيع المستوى على قطاع الكره قال لي لو انا اعرف انه من الاول رايح الاهلي كنت هقعده السنه وكنت هصارح المسؤولين في نادي الزمالك اقول لهم ده رايح النادي الاهلي بعد سنه هم حرين يقعدوه ويمشوه ما كنتش هبيع ب 3 مليون دولار لو هو بالقصه كده الجمهور اللي بيحكم والجمهور اللي بيقول ازاي مشتوه ازاي ما مشتوش انا افدت نادي الزمالك ب 3 مليون دولار كان ممكن بعد سنه يمشي ببلاش ويروح الاهلي برده وتهاجمني هجوم اكثر لا انت بعت استفدت منه ولا خليته قعد في نادي الزمالك وهو راح النادي الاهلي طب امام عايز يرجع الزمالك كلام كده اللي عايز يرجع الزمالك كان رجع الزمالك بيتسهل كمان انما النهارده ما ينفعش انت اللعيب بتاعي اجي بعد 6 شهور رحت انت اتفسحت في الدنمارك اجي اروح مرجع ال 3 مليون دولار ماشي يا عم رجعت ال 3 مليون دولار ورجعتك انت كلاعب لو انا 3 ب 3 انا مرضي انما كمان ادفع 500000 دولار كتير. زياده كانك انت اللعيب بتاعي انا مشيتك وراجع اشتريك ب 500000 دولار وبعدين وغير كده هو كمان ليه طلبات ماديه كبيره ليه طلبات ماديه يعني النهارده انت كنت بتاخد عندي مثلا سي بكلمك في 10 مليون جنيه وتجدد وانت مش راضي انت رحت اتفسحت في الدنمارك وجاي عايز 16 عايز 17 وانت اساسا اللعيب بتاعي يعني انت اللعيب بتاعي فانسحاب نادي الزمالك وكلام المستشار مرتضى منصور من البدايه بعدم الدخول في مزايده وكلام ميدو كان قرار صائب جدا من وجهه نظر نادي الزمالك ايضا نادي بيراميدز عمل من وجهه نظر الصواب انه رفض يدخل المزايده بما ان اللاعب من البدايه عايز يعمل ضجه كبيره جدا بانتقاله للنادي الاهلي نادي الاهلي ارتاع جماهير ومش راضي عن الصفقه صحيح. على خلفيه امام عاشور وما حدث في غرفه خلع ملابس النادي الاهلي في قمه الشباب ده شان جمهور النادي الاهلي اداره النادي الاهلي ارتعت ان امام هيبقى مفيد ليهم فنيا ده شان اداره النادي الاهلي لو انت بتاخد رايي في انقسام لاول مره على صفقه كبيره فنيا جدا صحيح. النادي الاهلي لاول مره يبقى في انقسام بين الجمهور والاداره حتى مسؤولين في الاداره في انقسام داخل النادي الاهلي يبقى امام عاشور في النهايه لعيب مصري بيمثل منتخب مصر سنرى في الايام القادمه اختيار صائب على المستوى الفني مع النادي الاهلي او لا نتمنى احنا هنا من خلال بوابه اخبار اليوم ان القطبين الكبيرين يعني يتراجعوا عن فكره المزايده على بعض في الصفقات لان ده بيعمل ارتفاع جنوني في اسعار اللاعبين وكلنا نعلم جيدا انه خزائن الانديه كلها بتعاني جدا في الصرف والانفاق على جميع اللعبات الرياضيه وعلى الانشطه الخدميه والاجتماعيه داخل الانديه فبالتالي لازم يبقى في سقف مالي محدد للقصه المزايده على بعض في الصفقات هي اللي خربت سوق الانتقالات في مصر صحيح.